بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الجمعة أبرا معتوب قيو. باب الجمعة جمعة تتا يبتحتنا فاي جمعة الصلاة حكمها ووقتها تيتك وقتي تيتك مدعاي تيتك عدداي تيتي اليخرين مي تيتي اللبنكي توتوني بالحديث إن شاء الله تعالى. جمعة تاككي ينهي نمي شعيرة عظيمة من أعظم شعائر الإسلام. إسلامنا كد علامة تي إسلامنا اللي أدقيني لمركادو دعول كل سليه قبول لك تني مكي جمعة تاكو برانا جمعة تتلابان تني جمعة تاكو قاعتكي. فصلاة الجمعة فرض مستقل ركيكي أم فردي توكونا وقت الصلاة ركيكي كل يرسي فردك لأنها جمعة ركيكي أم فردكها ليست بديل عن الظهر. الظهركي ظهري بدلها تنمين يا ركيكي اللي مسلمين لي هي نيمي وهي فرض اليوم أي رف فردي معناها سبوع له تماتي أم فردي جمعة فردي يلي سبحانه وتعالى إسي قرآن لا تيتي تيابيه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. دامتي يايك لينكه تلمو أمملك حبها جمعة تنقلاه. ذلك خير ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لمصالح أنفسكم. سن نفسه معيه سن تايسيه تنم الدنيا خير سن تايسيم يارك مرتكينكي جمعة تنقلاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يمعتو بكرو يلي نبي إيما الصلوات الخمس كون وقت صلاتا كون وقت صلاتك صلات كون وقت تكتاس كبانا ماي. والجمعة هي الجمعة محل الشاهد جمعة تا جمعة تيانقليني مي مسلمين لي. ورمضان رمضان رمضانك رمضان صومان ما عمري يلي كهي حي أمري. مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر تما كون وقت صلاتا تيانقلي جمعة تيانقلي سنة الكاد رمضان يا ماتوك رمضان أباه ينم زنب الكبائر كي ديريكا تككي عند الزنوبو زنب الصغائر ذنوب الصغائر عند زنب التهنة تم يلي سبحانه وتعالى تم عباده دي تدكاك لها. ومن ذلك العبادات يلي زنب الدك لها عند زنب التدك العبادة تكتنمي قمعة تتينقلينمي. إذن فصلاة الجمعة فيها فضل عظيم من قم الدليه وخير كثير من قم عن أدتك اختنيتا صلاتك إن جمعتك كيانم لمن حافظ عليها تدى حرسيه النوم. توعدي حصل خلاف بين العلماء علماء فن لا جمعتك كيانم يوم الجمعة لماذا سميت بهذا الاسم أمي قامها هاي سته يانم لا خلاف رديه. ومنهم من قال وعلماء تتواكا إيينمي أن الله جمع فيه خلق آدم عليه السلام. آدم جنو يلي الدكو برسايروي ويثبتها جمعتك كياني يعني. ومنهم من قال لأن الله فرغ من خلق الأشياء جنو يجني هيك يلي جنو قبضك ليه نيروي فاجتمعت فيه المخلوقات يلي جنونا إن كه دكو برده نيرو كني مثبتها سميت الجمعة بيوم الجمعة جمعة تم جعاتنا لهي سته. وأيضا لاجتماع الجماعات فيه جماعة تدكو برده مثبتها كادو يعني. وأيضا لاجتماع الناس فيها للصلاة إن كنا برسلكم مسلمين جمعة الصلاة تدكو برده مثبتها تمام قعتيتها بينه. بل قالوا أول من سماها جمعة تيانا متيتك انتمي أول من سماها جمعة جمعة تيانا من هرك أمي قعتيتي تيعمي كعب بن الوليد عسيتها النموهي. وكانت تسمى قبل ذلك بيوم العروبة جمعة تاير ننوك كنانا نيرو أمي قعتيتها بانمك دملا يوم العروبة مي قعلوك سكتيه يعني. هذه من باب الفوائد معنا هاي حديثك نهار سي حديث يتوقع تكي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه. هو سهل ابن سعد بن مالك أبو العباس الساعدي قال إيمي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت يانما أبله إن انته أبله يانما مبلغ يانه وعدي أبله يانما عرفتا من قم عن ليه برسلكو انتم مبلغك علمي مبلغ توعدي انتم مبلغه أبله يانما مية يبليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي فرمويتا يبليه قام صوله يبليه فكبر صوله الله أكبر إيه صلاة أبا ماي أبان قمعت الصلاة
صليه سلت ملا تكبيرة الإحرام حلسي نبي عليه الصلاة والسلام وكبر الناس وراءه مسلمين نبي خطبك حيو سجيهن هي كما نعلم أن الخطبة مقدمة على الصلاة ومع التصلاة تكنهارتك خطبة أبانا خطبة أبك سجيك جمدلو نبي تكبيرة الإحرام صلاة حلسي مسلمين كادوكو سجته صحابة صلاة حلسينه توعدي والنبي عليه الصلاة والسلام كان قائما في المنبر وهو على المنبر منبر السجد توعدي خطبة إلا حيسجيها منبر لله قبل الفكنة مسوا عندي حيه صلاة حلسيه نبي عليه الصلاة والسلام مسلمين تو مسجد الدليل سجين من الأوجود تاني صلاة كاد حلسيني تكيم محا مرحن نوي دوما مسجد منبرك وبيه بارولا باكينك محا تكي مرحن تو أرحك هاي اللي فرميت خطبة إلا حيسجينا المسوا يصلاة حلسيه وعدي حلسينيه ثم رفع توكيك ركوع به معناها سورة إخريه الحمد إخريه يا لك ألتن سورة إخريه هي وعدي سور معدودة برسل سورة يقوم على التاير إخريه نكي سورة كتنا اللي إخريه نارسي لك عطل هي وعدي ثم رفع يعني ركع ثم رفع ركوع أباي ركوعك سمع الله لمن حمد أيه فيه فنزل القهقرة ركوع قبك له سولك قمدلو سجود راعي منبر سجود اللبن رحينا أي سجود اللي بيحا وخاصة منبر الرسول صلى الله عليه وسلم يلي فرموت له كنيه منبر لا سجود معناها ما بيحا طه أنا ما أن لي منبر هنا وين مسجد لي ما قوم مساجد لي منبر هنا يا منبر هنا يا فوحا كا إبه اللي أبعين منبر فود بناك اللي أبعين سيدي حد رغاهينه إبه الله أنا اللي سولنا رح ليهن منبر كني مسبتها سجود اللبانا صلاة اللبانا بيحوا يتم مسبتها فنزل القهقرة در دره أوبه إلى أصل المنبر ومنبرك رميد الأوباي ودير رميد داب الأوباي قبل الأوباي دقوم دره إلى سجود اللبه قد قد إيه حتى سجد في أصل المنبر توكي لي منبرك قبل سجود به بعد السجود به ثم توقع مدلوها سجود به يوعدي سجود نما سجود يكي بين السجدين الدفاي سجود عقساي ثم عاد تهو قمدلو دفينا المادي النيا وقته نما يكتور ركعته اللي سولينا اللي قبا منبر يوعي نبي عليه الصلاة والسلام صلاة كدت يعني منبر يوعي ثم عاد يا نما هو منبرك مو يدوري حتى فرغ من آخر صلاته إلى إيسي صلاة قبك الله انفنها منبر مل أبك سجيه سجوده تقحت وعدي بارلو بكا يعني إذن آخر سجود كدري التحيان كلبه منبر المتك بارو للبه سلامة تكادو بارو البحسي ثم أقبل على الناس توكيك صلاتك صلان قحسيها وعدي نبي عليه الصلاة والسلام صلاة قبل لكله إن لا سنم فنه يفكني صحابة فنه مسلمين فنه يفكني فقال كينك يمي أيها الناس سهد يا كينك إنما صنعت هذا أما أبي مكها بمي أبا يوتوب لين أكها بمين صلاة من برا لكها بي سجودك هو بسم تما أبه مكها بمين لتأتموا بي أي لتقتدوا بي أنا كها بنا يوك التتانا جدا أنا أبا عبادة لبنا يكرع السانا جدا ولتعلموا صلاتي صلاة كادو تاريجين جدا هذا ينمي دليل عظيم كد دليلي على وجود معرفة كيفية أداء الصلوات فردي صلاة تكو سنة صلاة تكو اللبن النيادجينيه ينمي برسلوكو فردي صلاة نهارو تينيه صلاة اللبن النيادجينيه كيفيتك واجبك تنيه راعسانا فردينتم بريتانا فردينتم كنمي يسحى السحديثي أما كها بميو لتأتموا بي يلك تتونو إيه نبي عليه الصلاة والسلام ولتعلموا صلاتي أنو صلاة اللبن تادقونو إذن نمم مدتان توق برسلوك أن اللبن راعساي إسنها بنصاي سر كاد مسلمين لي تبي سانقدا والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعرفون يمي صلوا كما رأيتموني أصلي يقول لي صلاة تبلن إن لا صلاة والخطاب للصحابة أولا إمه أيابت يقول لي صلاة تبلن الصلاة يانم نهارسي حلم الصحابة دي حلتاه توق مدى المسلمين الدين كي حلتاه صحابة فعلا رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم نمانتي يلي فرموتي يبليني كاك مرحو يبليني أبين كاك يبليني يبليه أما روا إلا تبليني نالتبسا هي أنا مدتني إدتبسيني هنا مراكنا نكادو
علينا أن نصلي كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو كما نقل الصحابة، لأن يلي فرموت اللي بالناكي دين اللي ميتن برس اللي ويتامي سبتها نيل اللي قفتن اللي بنقيدة ها اللي بالنا نبي عليه الصلاة والسلام ها ما فعلي أبينا دماغ صلاة كينا أبا، لكن مرحوه دماغ يارجيني أبينا كادو اللي يارجيني إن ليه برس لك من برا لكها بمي بدي تكاكيني نميكي تكيني كراعي ويتقيدة. إذن تمكّل إيّنمي وفي لفظ غيري عدلو صلى عليها من برم لله صلاته ثم كبر عليها من برم لله تكبيرة الإحرام اللي حلسيه ثم ركع وهو عليها أسكاد من بر الأمل أنو ركوع كاد أبي فنزل القهقراء كين إن هذا الره ذره به سجود من فريه وعدي. إذن علماء إيّنمي في هذا الحديث أحاديث لي من قفوا أيدين ميا من المسائل العظيمة المستفادة من هذا الحديث أحاديثك نستفيدهنا المسائل التنمي من برا هاي ستانم من برا هاي ستانم سنك النمي معناها ليظهر أمام الناس خطيب سهدفه حنقى ينبلو ياي كايا بليني إياما هنجي كاكي حيني ألا بأي اللي كادوا أبينا معنا الرعيسة نقدها يبلي مراكي أبلو أمر أو يبلي مراكي أبو أمر يكي نميكي اللي أنبول ليها نرى حي ستما أبلغ في الإعلام قدوسيها لفت ليه برس ليه. إذن تو قرأت مسلمين دائما من برها ستا من برها ستا نما سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم يلي فرموت السنة التكي سنة تيناي مسلمين اللي تامتاه اللي تامتاه فردين تكيني إيه أجري كادو يلك اللي عاقتانم فردين تم كيني. وأيضا إمام كادو منقم سهدم مسرع عما يا بارك وعكتينا فايكينك يكاتككي علوا يسيرا دقوفا فايكينك يكاتككي إلى منبر النهتني بارو القحامها لا يضر صلاة بيسمهن تهي الناهي محاهاي تهي الناهي يانا مدود انتيا أو الحديث لك هنا قال إنه يلي فرموت أبيه ويلي فرموت اللي صلاة بيه أمري أمول مسوك إنيا صحابة كانوا على الأرض بارو السجل هو قد كادو قوفا فأي كينك يما مش وإمام هكاك يمرك دقر عما فيولك الرعما تهنا حق برسلكو إذا كان القصد فيه التعليم قدوسية دينك غرحتين مكوي غرحي كلوت الديني إقمن مكوي بريتودتين كاتك كي فيولا رحاليني تهنا هي من هذا الحديث أحديثك بيا سهدا برسانا فردين تامي سبتها إقمتك كيني نمكي برتانا هي اللي فرموت الله بكيني نلا كاكتا تانقر. وأيضا يلي فرموت عليه الصلاة والسلام يو اللبه تبلن الأباه يانم إيه وعدي كال لبه يبلن الأبون كي بني يبلن فردين تا توكين يبلوسي. إذن فالصلاة تؤدى على الصفة التي صلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم تو يلي فرموت اللي صلاة إن الأبان صلاة هاي ولا يزاد فيها الدموسي ساناي ولا ينقص كك ما يينك سانايا دود دلوك توسك اللي بين الأبان وهم أننا أيينكي منقول إلينا نيفا تميته محفوظة مدونة ده حريص يكتب بينه يلي فرموت أحاديثي صحيح يعني اللي صلاة كيننا وصلاة الأرح كينم دفين السلطمال ركوع السجود اللي بها كيننكي صحيح كيميته مثبتها تن الصلاة نما على يلي فرموتي نعم رسيح سهدب رتودتني كيف يولك القحانم تهنا. وأيضا علماء حديثك ينمي فائدته تحديث من المسائل المستفادة من هذا الحديث كي ينمي الحركات اليسيرة صلاة الدد دقون دقوم ينقي ينمي خاصة إذا كانت لحاجة أو لمقصد صحيح صلاة بحدينه محسب الدنك برسلكو دقو دقو أنقوية صلاة الدد ينقي ينمي لا تضر صلاة مبيسة توهل لنا رقمي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة من بركة ملبا سجود وعد أوبا من برك قبل أبي أخذير دقون در رهجنا مفردين تبلاس إلى سجود رحكاه راعوهوي تون لا دقون دقوم ينقاي ينمي سلاة الدد أي سكرة عتم أمو ملك ينقاي يوهوه مثلا ينقاي ينتكاتك كي أو يلي فرمويته كاه ينقاي ينا لتعليم الناس سهدا بريسو سهدا قرحي كلو إجمال نمبريتو ينقاي ينمي سلاة لا بهتم ملي إيين. الحديث الثاني نميته حديثي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل
يلي النبي عليه الصلاة والسلام معتوه بكوي إيما عبد الله بن عمر بنا حديث لي يلي النبي من جاء منكم الخطاب للصحابة وللمسلمين سينكي مسلمين سينكي ومع التهي ميته النمو فليغتسلك على يا ومع التهي ما تم فراه النم يحسبه النم قدامك نهار للي كعليه مسجد فنه قد يا هذا من سنن يوم الجمعة جمعة تساكو سنة تنمي الاغتسال يوم الجمعة جمعة تساكو كعلانم كعليته وعدي الاغتسال بالبدن مقصود الحديث سرك على سينه الدقه حين ام دوك هنا دغرك العسانم ثم سيده غرا جمعه تساكو سيده غره كعلم دغره كعلم وذلك من اجل ان يزيل ما يعلق على جسمه توه كهب ما دغرت كاف كفته تمسكو بسجله من الاوساخ وسخت الككي والعرق دعت الككي والروائح الكريهه سروي اماني دغرك كروبهن وما سروي كاك كتجدها جمعتها نزيف كما تجدها وعنده رائحة طيبة من عسر لك كما تجدها كعلان ما من سنن الجمعة يوم الجمعة جمعة تساكو سنة تني من مشروع تني كعلان وبعض العلماء إن كنا علماء قربا قالوا أنه واجب جمعة تساكو كعلان ما واجبي إيين تومري عندهم دليل قوي جدا دليل لونه تودل المحية غسل الجمعة جمعة تساك على نما واجب واجبي على كل محتلم أمان بالغ قفيها عاقل بالغ إلي جمعة تساك على نما واجبي إيا نما تم حديثك بين ولكن جمهور أهل العلم جمهور علماء جمعة تساك على نما واجبهن يا سنة مؤكدة سنة سنة يا ده حرسانة يلا تللي دايو وانا مفردين تحتن سنة كها وليست بواجبة واجب هنا تو هكا كي نمي كادو دليل لتمري تو يلي فرموي تكا قمع تسا كعلانا واجبي يمري دليل كهل انها قمع تسا كعلانا ما واجب هنا يا واجبي يانا ما ابو انكا تككي برسلوك قبح بينك كخزن بتانم تو ان لا واجب هنا يا نعيمي ديقا اللي باهي فردين تا تو مري دليل هلمي يلي نبي يمي عليه الصلاة والسلام من توضع يوم الجمعة جمعة تسا وديته النمو قعليه إن وديته النمو فبها ونعمة نعيمي توف قدم نعيمي وديته قدماء نعيمي يعني ودت الديادي وديتك الصلاة ما قدر ناصلة ودت الديادي امتهن معنا نعيمك إيانا ومن اغتسل ودهن ما يمكننا قمع التسك عليك فهو أفضل تيسيمي إذن أفضل أيانم تيسيمي أيانما كي واجب أيانم برسلي ثم لا واجبهن يا سنة رعتا إيانه تما سنة رعتا يا مريبا معناها أقوكيا لكن واجب يا مريحاق دي قوة كادو اللي باهن لهتهم مثلا نمو من عنده روائح كريهة ومسروي قال ويه حبوا مريين كاتكك وعرق دوعي كادو سروي ما كاكيو عمريين كيتو مري فعلماء قرب ييني قبل القيم رحمه الله في زاد المعاد اليمي فإنه يجب عليه الاغتسال تو مري كعلم فردينتا تو مري كعلم فردينتا مسلمين أزيات بوانا كده لأن مسلمين أزيات بانما كادو ملايكاي جمعة تحضري أزياتاي تون لا مسجد لتا تعبسانا مكا سينما دي تعبتو اتحاق دي سيك كليه يا ماتيم كالا واجبك تني كعلم تون الواجب كال تكي وإلا تأكيدك كها واجب هنا يا سنة يين. الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة جابر بن عبد الله ايامها جاء رجل نوي ميته والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة يلي فرموتي جمعة تساكو سنامة خطبيه مسلمين كن مكتيني أفقت ليه جمعة تايق الداكي نوم أفقت ليه فقال إيمي تون مو محابه توعد حديثك الدترة عدمي تون أم يهدفيه فقال يلي النبي عليه الصلاة والسلام تكلم معه أو كلمه كايا بسيه فقال كاكي يمين صليت يا فلان هبلو كاي ميقا عطيب به يا رجل موي صليت يا فلان هبلو سلطته النا معناه تحية المسجد بك خطبه بك هم ما يدفه فرو لك
خطبة سولي سيهي كاي مقعت يبهي نمرك عد سلطته الناي صليت يا فلان هبلو سلطته كاي مقعت قال لا ما سلاتي ايتون قال نبي عليه الصلاة والسلام كاك يمي قم وقتاي فركع ركعتين مرك عتا صلاة أفق مع التهيرو أفق حليه النمو نمرك على تحية المسجد أبكه مدف في أكا وقتاي نمرك عتا صلاة. وفي رواية غيري رواية لا فصلي صلاتي وصلاتك عدد مجدي ركعتين مرك عتا صلاة كاكي تهمو تحية المسجد إي إخفف فيني ودور رهيني سيسكو أبانام فردين تحت النمرك عطا محاهاي لأجل أن يحضر الاستماع الخطبة خطبة أنك حسيها هنجي يحيق دها سيسكو كو أباي خطبة أنك حسيها ديكا كوعيني فردين تحت النمرك عطا أبوانا ما فردين تمعنا علماء قرب يمي جماعة من أهل العلم تيكي يمري إمام خطبه هي مسلمين كن مكتين افك يميتتي او زبناي صحابه دبناي نو مكتين اكسبت خطبه صلت غير تمات نو مكتين معنا نبي وقت يمكن تنو متيمت اي كلا معناه نو نو مكتان كايميتين كي ما منغم دغونو العه مسلمين ان كي خطبه صلت غير تمات ما اكم هين تكهنا مرق عتباستان فدين تكاد وي اي سكتين مي يا كوميني معناه ني تمات ايت احاديث لي و خطبة كراغي يا ما تمري منغو خيري يحرمون خيرا كثيرا منغو خيري كينكي جرا نيك جرا تو عار ودورتها يا مرا تو عد علماء كتير كمري يمي فإنه لا يجب حتى يصلي ركعتين لا يجلس حتى يصلي ركعتين نعم مرق على الصلاة كهذا في يوم مفردين تاهين جرب هاي إن كنا كيالي فرموتي أمنو مكها أمنا مرق على أككبا يمي غيري مري أم ماي خطبة سلطة كدير خطبة عن كحسية فلان أم فردين تركها نمرك عتبان ما مشروع حكمتنا إيه ينكادو تي أكمل تو مركا دليل من تونو إسنه إسنه ما يكبهتي يا بكها دليل من تون نمرك عتبك هذا في أي مراو يلي فرموتينو مكسولة نمرك على الصلاة أي كدري دليل تنم دبو كوم مرحنيا الدليل على العموم كني مثبتها تقول لا خطبة ما تنان خطبة سلطة سلطة ما هنا مرق على صلاتها وأيضا غير حديثي أما أنا مرق على أبايا دي ميتمي يلي النبي عليه الصلاة والسلام يمي إذا جاء أحدكم يوم الجمعة سين تتين في المكتينك مع التسع في ميتكي ما نوعدي والإمام يخطب إمام خطبة هي وعدي دي ميتكي فليركع ركعتين خطبة سلطة دنيا عيسى كسبة عيسى عيسى خطبة كحسوة مرحنا أنا مرق على صلاتي ولكن وليتجوز فيهما وردوس يا في السكوك معنا ركنه تنمي كي واجبه تنمي اللي بحيا نمرك عطايا وديه تنمي سسكيه تنهي يا أبام فردينتا تو حديث قدك نمرك عطا بك هدفيا نمكا أبهين هدفيا نما تيسيه وأيضا أحديثك علماء نستفيده فائدته نهي يعني خطبه حيا نمكي yang kahsemara titannah ya btama dhictaha laakin khutba yang kahsemara masjid adrita liya bama ma fadinta yimi tanum salaam aleikum keen haba ma fadinta suge marikaadu ka kiya kaayn ma fadinta masjid adda imama tu gahteki yalli farmoyta ka habina salaatte masalati ugu tay salaat ka ki tonala waagisel lenum yen ka tike kaliya bam dhicta minbar aleeni han khatib kaadu sinan liya bama بعتها هي أما مسلميني يا بمرت التليه بما يا حرام مقتني ما فرد أنت إيه أنت ما حديثي قدر لأن حديث التميتبي من قال يوم الجمعة جمعة تسعة كويه النمو لصاحبه سكت عيسك دماء كت عيسك كايا له وعد كايد عليا ننتكو صحيح تبدي حكاكي كي مثلا نسب يا با يا بانا حديث ما فرد أنت إذا بلم يوب بينك إني تأتوي وقدر عليا إنه يا با وعدي تبدا هو ممكن تكي فقد لغى اما تبدا هي نمو ذنبته يا بنو هنا بس يا بنو زماك ذنبتي زماك بان ذنبي تبدا هي نمو فقد لغى يعني فقد تكلم بكلام فاسد اجرا لسن يا بتيابي او ذنبه يا بتيابي وان هنا كنا خطبه الجيل عليه ان قال تكاك بيسه يا بتا
ثيابه. إيّن. طيب، عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم. جابر بن عبد الله بهاراغو يفصل بينهما بجلوس. إيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينما دائما يلي فرموتي أباكين أباكراغ للوكين محلا يخطب خطبتين أما خطبة قمع التساكو خطبة أما يباكين منين لاي وهو قائم أسوك سلطي يعني خطبة أما كل هاكين محل بدي سكين هيا يفصل بينهما بجلوس خطبة كي سلطي لبما يانا أما خطبة إتن برسها فنتادى فيكين تمام مسلمين كل وعدك أبتن نهانا هرسي خطبة سلطي ملحوياي غير خطبة يحيمك نهارة دفة إتك برسة تن نهب بيهي نم خطبة حيوكين إيه يا نبي عليه الصلاة والسلام. إذن دائما يلي فرموتنك يما صلوا كما رأيتموني وصلي يلي صلاة تبلين لا صلاة خطبة جمعة تسا كو جمعة نم خطبة نم خطبة يحين مكاد ركن رع جمعة حسابك تنيه رع الله يتامي سبته نبي الله حيوكين إن التتي حين نم يكتتين كسوانم هما فردان واجبان نم فردي رأس النهي يا أبي فردينتا خطبك مورو بتاهي ننكي خطبة أبي كاتك كي قم عتكك بيتها هاي كاهمد عتاهي تون لا نم خطبة أبانا فنتا دفين البرسانة ما يلي فرمت أكها بكين إنها فردين لأن حديث التميتمي أكهي إنها يلي النبي عليه الصلاة والسلام يخطب قائما سلطي الخطبة يحيه ثم يقوم ثم يقعد توكيك دفيا ثم يقوم توكيك سولا كما تفعلون الآن توكها بتن إنها أبكينيه يا نما بخاري لي ميتين حديثي لي تميتي مسلميني الحمد لله إلى الآن كنا لبانا وإلا صاحب الكتاب كسيسما بعض المتعلمين وجهلة بريتمسك يا كلمة راكي الجمال مرية نابم يمكن في خطبة أبانا ما نبيه تهوي خلاف السنة خطبة أجريباي ساي أنا وين يلاخ ميستو أنا ما أبانا مكها يلاخ ميسد تني يلي فرموت أبيمي سهدا يلي فرموت أبيمي كن دعتم فدين تا أي نم خطبة دي تكدي برسانا ما دفينا هاي إيه تو عدي كحنو لمي ينقو مع التهيرو خطيبي خطبة هي هي خطبة سلطين يحمي سنة أيا أبي فدين تسنة يلي فرموت أبا كيني من سبت هاي سهده قادو قدوسية ويا أبيه أمري خطيب يبليه خطبة قادو بحسينين خطبة يا معنى ليه ما كله تن خطبة تكين فدين تا هو عدي خطبة سلطي ما لبانا ما كحنو ليه لكن نم خطيب دفيه حيكا تككي هاي خطبة بايتها نوربتها نم خطبة أبن فدين تكها خطبة دفينا لي حيكا تككي وكاكو كوربتها إيه بعد سلوك دفينا استيسهن نما يوسف حاجتك كيلك سلطي مال يا بندو دي وانو تككي اي خطبة حمرت اسكي اي سال يوسف خطبة حيكي تو نمو دفيام فردين تا تو هنا دفيام معنا دفيام ها خطبة كاك ما بايتا دو ماه تككي منا اكتو اي تيمي يانا كادو نوم البحتة هاي و دفينا صلاة تم حاجتها نوم بحتة ما نوم اذا كان مريضا بياكي تكي أو علسانو يككي ثقيل علسانو يككي فلا بأس أن يخطب جالسا دفين الخطبة يحيمه توهنا نم خطبة أبن فردين تكا صحابك أبي مرينيه تومو تيسيمه النيا دورته ما بنونيو علسبه وعدي أمير المؤمنين كادوي معاوية رضي الله عنه كان يخطب جالسا دفين لا مسلمين كمويتاي دفينا الخطبة أحيوكينيه متى لما تقول علسبة هي وعدي سلطمة دودي وقصرية وعدي دفينا الحيوكينيه ينيه لكن فالأصل القيام أصليه تنم سلطماي سنة كادو سلطمة لبانماي دفينك حاق الدوكي دفينا لبانما تهنا إيين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت فقد لغوت. أبا هريرة بها حديث لي أتويسك تايسكا يلي النبي عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك كوك تايسك كدعو لينيهن كوك ديك لينمكو أنصت
تبدي عسكت يا نم تبدي حنتكي يوم الجمعة وهو كان يتكلم يا بكسوا تلفون يا بيسو سهدا يا بيسو بارو اللي هديرو فدم يا باي تبدي أنا ما بيني يا نم انتكي من نوعد والإمام يخطب إمام من برا الخطبة هي وعد فقد لغوت توعدي فقد تكلمت بكلام فاسد الاعتبار أجر اللو أي تحت يا باي خطبة أجر كوك بيساي زنبي يني ما بين كوك يني أتور الدي وسو قدتك أخسوك ميا أتو وعد الدر الدي هي أميابت لغو كي ما يلي لغو التطراه لغو حاجة تردي وامر فايلسي لغو هي يا باي فايدة سيني يا باي يا باي يا مرايا اللي عايبسي وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه معمري وما يبي أبي وقت الرد حباني وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم إياني وإذا مروا باللغو تتريني كي لغوي كي وما يابت يا أبا مرال تنندر درتكي مروا كراما ويبابوا نمحيلك أكل سهدية بتاع الحكة قداناي إذا اللغو كي أنا ما هو الذي لا خير فيه لغو كي أنا خيري الدنسني الشيء اللاغي نكي الذي لا خير فيه خير الدنوامة أو لا فائدة منه ادي أبانما حبانما كاكتايسيمي إي برسل خطبة رحلا حبانما تايسيم فهذا دليل على تحريم الكلام حال الخطبة تا لغوي ما خطبة الدليا بانما حرام كنمي دليلي أكاقينا هي لغوي ترديه النمو علماء ينمي ليس له ثواب في حضوره تعبه يميتهم ما خطبة صلاة أجري قيلي خطبة أجري مقيا يبطل ثوابه قلتكاك بيتها إيين محاهاي لأنه تكلف الحضور أماتية كعلية بحسيتيا كي تعبي وعدي تهوك مدلكاد لما يبنى يا رحل يا بك يسولك يسولك ونهنما يسيك دبن دبن تيامر دقين دقيك ونهنما يبادو دلي هدقريك بادو فيرم فيرسيك تهنكي أجر نمك بيسام يا أبي وانا مفردين تا لأن حديث التميتمي من مس الحصى فقد لغى بارو الرعت معناه ديت دقان دقيه لأن نمو لغو يترد نمو النبي عليه الصلاة والسلام توعد من لغى فلا جمعة له جمعة تملي إيه كادو لغو يترده النموي وأيضا غير حديث التميتمي الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا إمام خطبه هي وعد يا باه يا النمو كيدننا inki weelo leh usug danan bisli kasak danan gidey meli tonna maana kasaka danan innal yanmu aqli isi ni'ma yadiga danan ka hadiga wana danan sa danna bi'tini ka isi naf'i ma yadigay masalana yahmilu qutuban al kutub al thaqila gibdi kitoba yakayk aw yahmil asal aw yahmil al fulus aw isina min ka kala fitamlaq umma yalaq ukisat kal hayni bayana maha لسه سو ما يعدقى لسه فرو ما يعدقى كنن ما يعدقى تو عدي تو يثبتها تو نمو خطبت ينهن أجري آدقى وامي ثبتها إسلتان علسة كنن آدقى واهي عندنا علسة يشعرك كها كتب كنك ملاب كنك لقلو كنك فحمي كنك كها آدقى وانها الديني كنن مسك آدقى وامك كها خطبها الدليابك منا أجري أنه تنمتسك بيسك منا هي النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر أحاديث لي بخاري المسلم اليمية حديثين أبا هريرة رضي الله تعالى عنه إيما يليه نبي عليه الصلاة والسلام يهي من اغتسل يوم الجمعة جمعة تساكو كي إننا جمعتاك على نما من سنن يوم الجمعة جمعتاك على الله ثم راح يعني ثم ذهبته قمدلو قريك كاتككي كونمو فكأنما قرب بدنه يلها يلا لا قال سجود ده هي قال مسجد عبادة يلا الديوي حسابا نهار سوى على لا قال لهم عتها ما تيني نم هي تو على ساعتك نم هي تو ساعتي حد دلو معنا دقوم بدنا نهار سين مدرب ته هي يميتنمو فكأنما قرب بقرة يلا لا عبادة صدقته سجى لاهي لاهي بدنا
أورتك كوسكا تك عدي يلا لا يوين من جدي قال تكلي قال أكيد لك قال لي أيسي لك تلاهي أمانا ومن راح في الساعة الثالثة نم سيدو حيث الساعة اليميته النمو كعلاي قمعته وقدت التكية يميته النمو فكأنما قرب كبشا أقرن وداركي إليكي أدك مروي جايسي بهين هي جايسي طولها مسجدة عبادة يلا لا يوين من جدي قال تك يلي كاه يكتبه ومن راح في الساعة الرابعة في رهاية الساعة قمع التاهر كعلي قمع التاهر نمو فكأنما قرب دجاجة در رهيتا عبادة لا در رهيس قده وهو مسجادة لا يل ديوه منه قده قل تقلي ومن راح في الساعة الخامسة كنهي الساعة يل لا كنهي الساعة قمع التاهر قدتا كعلي هميت نمو تها ما آخر تاهر قد بسلت ساعة ين ساعة هميت كاتككي فكأنما قرب بيضه تونمو دره كي نالا ديوسه جدي لي قلتك نالا عبادة معناه نالا عدا إسي يتكمو إسي بدا عدو مساكينة يحو لكن عبادتك عبادة محسبل يلا تلي ديو حسابا قلتك يا فإذا خرج الإمام توقع مدلويو ساعتي سهدد تماتي قبقلتا إمام سوليكا تككي من برل حضرت الملائكة كل أبواب المساجد مسجد الباب التلنكيه سنم نهار سنو لك تيميت نمر حق سهدى يكتب مرسوك ملائكة كاي تو ملائكة إمام من برلا يعيكو دري حضرت أنا ما دفين الدفلتا دفي أنا يسمعون الذكرى خطبة يبيني قدها وطام يسيدينه لأنه سنقا هميتين مي أفل وخطيب أما تكا هينيها وعدي أما تمر رئيس الجلاي كل نمو لحد إدقاه يانا مهم مراي خطيب يميتك ودير ووتا متا كاك سولوهين أمري ملون توقو دير تو نلوسوني سولانا أما تلعو يا هم مري تويا تحديث النه ورسانا هين انقل تو ملي تو نينك نارجين فرد ودروتا هم مراك ننو خطيب سولك غير يماتي هم مرالوا عبادة لنو سلا تجرغين نو كتبك نو بيمت انتفعين نو ميا وعلت يميتيه قالا إلاي ودراي إلا دور رهين قال تو ملي تو ملي تحديثي تهني يفهمي سيو دورتي وينام تو قدكا بل إنكين دورتي هنا تنافس إلا على اللام فردينتا وعلى اليماتيني قال إلاي بولت تنكي إلي تكاه نادين لأنه أو أي مثلنا مساجد سيدي حافر مسجد يعني أو أي حديثي لي كونا مسألة ميتمي ساعة لا نهار سي مري قال إلاي نما هيتم مري لاي سيدو حيتم مري إذا بدأ جايسيل الحاي فيري هاي توم مري دور رهي إيه إن تكون هاي توم مري نالا لي الله دايو حساب تككي كون مسجد الكرة مسجد كتين الجالا إذا أنا قال أحد يحيني وعلى تيمي تمر هاي مسجد كتين اللاي مسجد كتين الودراي إلى نالا لي حين مسجد ينكا تككي سهدا نالا مسجد المجد بل نالا هنا إذا مسجد نم ما مات الثاني قال مسجد قال أحد قبل تكلها راح قرن تون نلا أي سبتها أقل تو هاي الدنيا حاجة دل ون نلا أردن اللي كي أخيرا حاجة دل تتك على اللام فدين بل إن كيروي عالم المسلمين كادوا تامنوا لا يروهن تامنوا لا يركوا أي تامي سبتها عبادة هاي ركني من سبتها وعبادة لا أقل تو جيانا جدا وهو كهت كمي أقل تو نين كروبوا هنا عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله تعالى عنه سلمة بن الأكوع وسجسه أصحاب الشجرة أصحاب بيعة الرضوان حديبية اللي فرموت له الدقنة حليه أمرا كان مكتيناي توكلية قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي فرموت له صلاتك سجني الجمعة جمعة ثم ننصرف توكيكي قبك لك سجن وقم عتك أو عك سجن وليس للحيطان جدار وايا ووعد قم عتك هنا وعد جدارا ليس للحيطان لكمنا ظل إراوي نستظل به الدير منا سولنا ميراوي سهن إراوا لك دقو إراو بدر قبة لويا نمو سولا إد سولا إراو لك كا أو عكنني خطبة معناها خطبة وعلى لبكنني هي أنا إراو نجاير دك كا بكنني أويا طبعا كين أما ياك واحد تقوم مكلتون القدر وإراولي ما يفرن لا بعد الزوال واجبك تاني هبانا مفردين تماي لكن وعلى لبك نيهي أنا ما تسحسيه أنت ما حديث خطبة
وعلى النهر سوى عديد دوري كي نهر سوى على اللي أبانا ما فد انت ما يسحى السيه انت ما حديثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه في لفظ نية نعم وفي لفظ غيري مرحلو عيد ميلية كنا نجمع يعني جمعة نصلي الجمعة يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي فرموت اللي هي جمعة الصلاة تبك نيني أني وعدي إذا زالت الشمس أي رعيد تقمد أي رعيد قتنك جمعة تبك نيني ثم نرجع توك جمعة تكوعك نيني هدارك نيني دبعفنا فنتتبع الفئة إراوغ الرشك معناها في إيانا ما كي ظل إيانا ما برس لهين في إيانا ما ما بعد الزوال أي رعيك تكو دي الرد إراوغ في إيميق عليهين إذن ومعتا أي رعيك تك سك سر أباك نينيه ومعتاقنا وعدي نتتبع الفئة إراولك تراولك تحريرا ورداهيرا ودقداري راوتا قدك نينيه مثلا قال للم تكيكي قال كراوات قدكي مثلا قلناها إراو أي رؤ تنسعتيا إراوت إراوتا بودفنا دبع فنا فاقي فنا كل نمسيطة مفناها إراوة إراوة أنك داركيني إياه إلا حقو حديثه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة دعسي التصوراي وهل أتى على الإنسان فكل أبا هريرة رضي الله عنه باهان حديثه اللي نبي عليه الصلاة والسلام كان ينهيه محابك إنه يقرأ في صلاة الفجر جمعة تساكو جمعة تساكو سبح صلاة لا جمعة ما حسس سبح صلاة لا ألف لام ميم تنزيل دعس التهتا سورة سورة السجدة تمد جهتني إياه أخريك إنه كامل تما سورة كاملك إنك هاي ترك عتلا جمعة تك أخريك إنه وهل أتى على الإنسان إن تهتا سورة سورة الإنسان نمي هاي ترك عتلا كادو سلها كنه دائما يلي النبي عليه الصلاة والسلام سبحي صلاة ثلاثة قصي كي لحتماي إلى بولايات أخريوكيني برسلو قمع التهيرو أما صور أخريوكيني كلاها أخريوكين صور ينهم ميا قمع التهيرو سبحي صلاة ثلاثة أما صور يخرينمي سنهتني إي أئما أما صور يخرينم فردينتا أكهبان ما سبب في ذلك ينمي ذكر المبدأ سهدأي تبرك أكم مكسف إبديني وخلق آدم عليه السلام يلي آدم جنيها آدم جنو اللتني وفيه ما أمنوا مسورة هذا الكادو ذكر قيام الساعة قيامة علامة تي قيامة سولي يا قيامة حاجة يبتا أسبوع لو قيامة سنن كسيسانا فردنتاي هاي صلاة الكيني مسلمين كسيسانا فردنتا وأيضا جمعة تايرو ينمي خلق فيه آدم يلي آدم الدقي نيروي جنة الدكا حلسي أيروي كادو ما وعكاك بساكو جمعات تكاك به أيضا هجر قيامة اللي سلطوا تحت نيروي تو أيروها بالي وأنا جدا سهدي تقبلك كتير أي تجدها ملحين أيروكو أما تتكسيتي هبالي سجنو ينك إجما إجمنو ينكي بريتو كاك سيسانا جدها أما سوار يخرين فدينتا ما نقوم تما سوارا يخرين فدينتا لكن يمكننا دائما أمو تكفانا ما يعمل محا إمام يا بقدر ريل يمري جمعاتها صورتك كل صورتها مدعتم يكلين مكي وعقتنا أكيد صورة ده أيها ما معه وني أبانا مسنك إني واجبي متنا أكابر إذن إنها هو تعليم مقصد لا إجمات يمري جرح كل جرح جوعه أكيد صورها أنا ما تهنا يا هاي بريد درسك تيسيدين إن شاء الله تعالى.